يكونش فيلم قديم محروق. يا جدعان مفيش حد هنا. يا نهار اسود، هم لسه بيعبدوا الاصنام لحد النهارده؟ ايه ده؟ لا دي نسوان. الله، نسوان الارض. ايه ده؟ ما نسوان الارض نشفت ليه كده؟ قال يقول لك الارض مليانه مزز. مزز ايه وكست ايه؟ يا حول الله يا رب، دي نسوان الارض نشفت يا اختي. يا خرابي على دار النسوان الارض يا اختي. نسوان الارض يا اختي. يا خرابي، اوعى تتبلش فيا يا اختي. يا خرابي نسوان كده. الدور عليا يا اختي. عاملينه للتواليت يا عيني. ايه ده اللي جرى لكوكب الارض؟ هي النسوان نشفت والرجاله طريت يا ابويا. تعال تعال. انت عفريت؟ ام الجزمه برقبه واقفه قدامك. تعال ولاد عمي. انت خايف او النبي؟ يابا انا كبرت وبقيت بخوف. يابا خد يا خد والنبي تيزيد. غمض عينك فتح. يابا انا بلغت. يابا خد يا تعال هكسرك. السما حمر هكسرك. تعال هنا. تعال انا اسعد. اول مره يطلع لي عفريت. انا اول مره يطلع لي راجل. طب غمض عينك فتح. انت هتقرفني. سيبوه. تعالى النبي والنبي والنبي. تعالى اديك مناخيرك. تعالى. مين اللي داس على الزرار وطلعني من الكاميرا؟ غصب عني وربنا. مين؟ انا غصب عني انا. انت وخايف يا عبيط؟ ده انت تشكر ربنا، ده انا هبقى خدامك، هعمل كده احقق لك اللي بتحلم بيه. بس قول لي انا نزلت فين في كوكب الارض؟ في مصر. حياه ابوك؟ او ربنا. اللهم لك الحمد، نزلت بلد الامن والامان. ما تتصورش يا وكيل، كلنا العفاريت فوق بنحلم ننزل مصر. دي أملة أملة ليا. تلاتة قرايبي نزلوا الصومال، طالع عين اللي خلفوه. لا أكل ولا شرب، مرمطة، وبيجيبوهم في الأخبار عريانين بلبوصة يا عيني والله. وابن عمتي راح السودان بقاله سنة، دماغه محشورة في الخرطوم، مش عارفين يجيبه، تاه في الخرطوم. طب حد ينفخ من الناحية التانية؟ واحد غبي نفخ جامد اتنطر على الحبشة راح الواد. والنبي أنا في مصر. والله مصر يا سيدي ورب ربنا. فين الأهرامات؟ الأهرامات إيه؟ فين النيل؟ أهو النيل. تعال هنا هجيب لك. تعال نروح أوريك النيل. أوعدك طالما في مصر كل طلباتك هتتحقق، إلا طلبين ماليش فيهم يا عبد الله. إيه هم؟ لا الصحة ولا النسكافيه. اتفقنا؟ نسكافيه؟ الساعه دي مش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى؟ أيوة. والنسكافيه هتقرفني بقى، هتقعد تقول لي ادعكولي شويه، فين المج بقى؟ وانا مش اهواجي. انا ما بحبش النسكافيه. اوعى تهزقني. ما بحبش النسكافيه. انا ابن ناس فوق وانا ابن كلب تحت. اتفقنا؟ تعالى بقى اجيب لك ايه؟ اجيب لك فرنسا تلعب فيها شويه؟ انا ما بعرفش اتكلم فرنسي. تعالى اوديك الصومال. عاوز تطلعني بلبوصه في الاخبار؟ يا وكيل انا عايز اوريك قدراتي واطير بيك. انت ايه اللي دخلك الكاميرا دي؟ ابويا غضب عليا ورماني سنين وايام، وانت اللي طلعتني، عشان كده انا لازم ابقى خدامك. انت لطيف قوي يا الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ عفرك. عاشت لسامي يا عفرك. الله يخليك. وامي اسمها عفرت. عفرت؟ عفرت عفرت. ومدام عفرت انك جاي عندنا. انت هتخف دمك على امي شكلك. لا والله وربنا هتستظرف على امي شويه. لا والله. وابويا اسمه عفارت. عفارت عليك وعلى الخليج. انا حبيتك ابن عمتي اهو. مالك؟ ده عفريت قريبي ما تخافش. ده عفريت زي ما الكتالوج قال. طب سلم عليه سلم عليه. طب بوس عمه. بوس يا بوس عمه. العفريت الاهبل ده. خلاص انت نزلت فين؟ انا جنبك هنا في العجوزه. في العجوزه؟ لو قصت حاجه انت الف مبروك، هجي لك العجوزه. مع السلامه. هو نزل فين؟ نزل في العجوزه، واحد قريبه هيشغله في نعمه. نعمه؟ ايوه جاي له عقد هناك. هو في العجوزه وانا في الزمالك. شغالين على وسط البلد اليومين دول. دي حركه يا وكيل. بقول لك ايه، ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ نعم. انا بقالي كتير محبوس في الكاميرا، ممكن تدعك لي ظهري؟ ممكن، بس ما تجيبش قريبك ده تاني. مفيش عفريت يمسك طول ما انا معاك. طيب بس انا جامد. طيب يلا تعالى ادعك لي ظهري كله والنبي يا عم وكيل. يلا حبيبي. يلا 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 بابا. اسمك عفروت؟ عفروت احمد عبد اللطيف. يلا حبيبي.
عفروت احمد عبد اللطيف. ده الاسم الثلاثي. لا ده بتاعي لوحدي. يلا حبيبي عفروت احمد. يلا ظهري كله والنبي. يلا هات ظهرك يا احمد يا عبد اللطيف. طب ما ظهري اهو. لا ظهرك. ظهري اهو. لا ده دراعك. ده عندكم انتوا بتضحكوا عليكم يا عوبتي. يلا يلا ده حتى من غير سلسله. احنا الدفعه الجديده نازله من غير سلاسل يا وكيل. 14 عفريت بيجربونا. بيجربوكوا او النبي. طيب يلا حبيبي. ايوه هو ده. ايوه ايوه الله رقبتي. انت مجنون ولا ايه؟ طيب. مش انتوا ضهركم فوقيه الرقبه زيكم بالظبط؟ يلا والنبي يلا يلا. وشي لسه شرح لك. اول مره اشتغل في جسم ملخبط بالطريقه دي. اديني شرحت. انا عارف لك راس من رجلين. انا هفهمك والنبي. ظهري اللي في النص. اشتغل هنا. ايوه هنا. هاد. ايوه اتك شويه. ايوه ايوه الله يفتح عليك. الواحد جسمه فك. الله. ايه يا ابو كيل؟ جريت ليه مالك؟ في عربية زلط قلبت هنا. عربية يا راجل تعال. بص بص سلم عليه بقى. غربتك. الراجل مات. الراجل ايه يا وكيل؟ انت شفت عفريت قدامك؟ امال يعني شفت هيثم؟ معلش معلش اتكل على الله يا وكيل. احنا بنجمد قلبك عشان ياما ضيوفها تنزل. لا ما تجيبش حد تاني يا عفروتو. خلاص انا اسف. تعال يلا امرني اعمل لك ايه. يلا قول اللي انتوا بتقولوها دي. ليه ايه؟ اول ما بتطلعوا البني ادم مش بتقولوا شبيك شبيك عبدك ما بيني هو تنزل لك طرزان. ايه ده؟ شبيك ايه؟ شبيك شبيك اللي بتقولوها دي. يا النبي ده انت قديم قوي يا وكيل. ليه؟ دي اتلغت من زمان. لغيتش الشبيك شبيك؟ دي كانت ستي بتحكيها لنا احنا عفاريت صغننه كده. والله اتلغت. لغيتوها؟ دلوقتي ما بننزل على بني ادم نقول له جه اسود منظر اؤمر واتقنعر. ايه رايك؟ طب والله احلى من شبيك شبيك. صح صح. يلا واحده الجعس. طب والنبي اديني واحده الجعس بس. لقمه جعان جعان والنبي. اي لقمه؟ جعان؟ اه والنبي. طب ما اكلتش في القطر وانت جاي ليه؟ والنبي جعان. جعان حاضر. اشوف لك حاجه في الثلاجه. لا استنى. هاي 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 كانت التلاجة بالقعدة بتاعتها. دايما عامر يا وكيل اكل زي ايه ده؟ ايه؟ ابعد شوية. في ايه؟ هبولة. طب الحمام قريب. لا مش دي هبولة. لا عشان ما تعملش ايه. بقول لك هبولة. ابعد ابعد يا با. صحة يا عفروتو. الحمد لله الحمد لله. مين بينازع جواك ده؟ دي بطني انا. تعالى تعالى. ممكن كوباية شاي؟ اجيب لك كوباية شاي. اقول لحضرتك حاجة؟ انتوا عندكم سخان هنا؟ اه 100 لتر. 100؟ يا فرج الله. ايه ايه استنى. ايه 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 فين السخان؟ البانيو حجمه مش قد معدته ابدا. شاكرين على الشاي يا عم وكيل زي الفل. يا ساتر يا رب. في ايه؟ هبولة. هتبولة انا اعمل ايه؟ هبولة. الا هبولة. صحة يا عفروتو. انت بلع خلاط. خلاط ايه؟ ايه اللي بيقلب جوه ده؟ انا بلعت التلاجة والسخان. ايوه. ايه؟ عفروتو عمر. بمناسبة التلاجة والسخان اللي كلتهم يا حبيبي. تجيب لي غيرهم اصل انا واولاد عمي شركة. طب انا النهارده ذمتك. شركة فيهم. في واحد يطلع له عفريت يقول له تلاجة وسخان. انت موظف. ايه لا ده؟ لا ما اقصدش. لا في ايه؟ تليفون؟ تليفون ايه؟ هو ده المحمول بتاعكم؟ اه ده ماركة فوشيا؟ الو الو هيا حاجة امي بتطمن عليا. يعني جاي رحلة؟ يعني انت عاملة ايه؟ انا في مصر. التليفون ده بتاعك يا وكيل؟ ايوه. شكله حلو قوي. بقول لك ايه يا امي؟ اقفلي وانا هكلمك عشان الفواتير. ها؟ اقفلي. الو يا نهار اسود الشبكة زبالة فوق. انتوا كمان؟ والله ممكن اكلم من تليفونك؟ لا لا اطلب من ده. لا ده باص خلاص. ليه هو مرة ويترمي؟ والنبي دقيقتين. ده ما يستحملش. هطمن على الحاج. الكارت بتاعه ما يستحملش. شاكر قوي. الو ايه؟ يا ام عاملة ايه؟ نزلت وانت نايمة ما حبيتش اقلقك. خلص خلص. لو سمحت انت لسه هتقول لها نايمة وصاحية. خلص خلي فيه ذوق. تكرديها. يا حبيبتي اؤمري. يلا خلص. بقول لك خلي فيه ذوق خلي فيه ذوق. عشان ما اقلبش عليك. ايوه حاجة. انا عاوز اروح ابولا. دي واحد. اؤمري كحلي. بقول لك ايه يا وكيل؟ نعم. عندكم محل بيبيع عبايات شيك كده؟ يامك عاوز تعمل شوبينج عندنا؟ وانت مالك يا امي والله امك؟ امك انت بس خلص. حاضر. ايوه حبيبتي حاضر. ايه؟ لا فلوس ايه؟ انا لسه ما اشتغلتش. والله ما معاك. طب خلاص هتصرف. هستلف من الكفيل اللي نزلت عنده. راجل طيب قوي. كفيل ايه؟ كفيل ايه يا اخويا؟ هو انا كنت بعت لك تاشيره؟ ده انت نازل عليا زي القضا المستعجل.
وخلص التليفون. بكلم امي. امي وده تليفون امي. امي انا عارف انت جاي منين ودقيقه لغايه عندكم بكام؟ دقيقه وكيل. الو اي حاجه؟ ايه ده جرس الباب اتصلح؟ طب افتح افتح. انت لسه هتستنى لما تفتح الباب؟ شوف مين داخل على امي الوليه بطولها يا وكيل. يعني حد هيأذيها؟ انت ممكن تاكل اي حد. الو انت فين يا بنت صايع بقالك اسبوع؟ مين دي؟ سهير اختي. اختك اسمها سهير؟ اه سهير. ايه فين يا ست سهير؟ ايه ده؟ ايه الاحراج؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتحرجني قدام عيلتي يا وكيل. ايه اخره الخدمه اللي عملتها؟ ايه حد بولع؟ لا حاجه تانيه. امال ايه؟ ما انت نازل تبولع وطالع. يا بابا يرحمك الله يا عمرو. ايه وكيل تعالى مالك؟ انا بقول استنى بره لغايه ما تنضف خالص ونقعد مع بعض. شكلياه. يلا عشان اسعدك بقى. يلا التليفون. الحمد لله. رد بسرعه. يلا الحمد لله لسه شغال. الو مين؟ عفروتو مين؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ ايه خلاص ترشت؟ اديتني نمرتي لحد؟ لا تلاقي النمره طلعت لهم اديتها لحد من اصحابي. شوف مين. ما فيش امك تتصرف من مزاجها ليه؟ انا اسف. شوف مين. طيب شوف مين. اشوف ايه؟ هي مساله شوف مين؟ معلش شوف مساله ان التليفون اتعفرت كده. ما تخافش اصلحه لك. بس شوف مين. شوف مين. مين بيتكلم؟ مين؟ عذراء قوت. كيلو كيلو. قول له بيتغدى. قول له كلمه بعد شويه. هو انا خلاص بقيت شغال عند اهلك؟ والواد ده والنبي انا واخد منه خلاط بالقسط وبقالي 3 شهور ما دفعتش. يا لهوي. واخد خلاط بالقسط ونازل تسعدني. حياتي الشخصيه حاجه وشغلي حاجه. والنبي يا وكيل. ها والنبي اعمل ايه؟ قول له راح لحسن. قول له راح لحسن. حسن مين؟ قول له اي حاجه. والنبي يا اخ عزراوت ما تطلبش النمره دي تاني. مفيش حد بالاسم ده عندنا. وادي التليفون. حصل خير. حصل خير. تعال تعال اقعد بقى عشان ايه نبدا السعاده. ايوه هتقولي. ايوه ايوه اسمه الوكيل مصري. امال يعني من بوركينا فاسو؟ انا مش عايز غلبه. مصري؟ ايوه مصري. بص قدام. مصري. اه امك عايشه؟ ماتت. ابوك عايش؟ مات. حد من خلانك عمامك عايشين؟ ماتوا. في حد تعرفه عايش؟ صدق ماتوا. تحب تروح لهم؟ للنعم. امال قاعد لوحدك بتهبط ايه؟ وانت مالك؟ وانت بتصرف عليا قاعد على دماغك؟ لا اللي تحب هو ده اللي قدرت عليه. تحب تروح لهم؟ معلش ما انا لو كهربت نفسي اروح لهم. ايه اللي مشكله؟ بعد الشر دي بينات روتين. بص قدام. ايوه جاي صوت منظر أؤمر وتأنعر. نفسك في ايه؟ نفسي؟ نفسي انا نفسي في حاجات كتير كتير قوي. بس انا مش عاوز حاجه لنفسي. مش معنى كده ان انا بنكر ذاتي. لا انا برضو عايز 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 اسدد ديوني. عاوز اصلح اقتصادي. بس دي حاجه كلها مقدور عليها. انا ممكن اعملها. اللي مش قادر عليه كل الناس تشك فيه. تعال ننام ونصحى براحتنا اجيب لك اللي انت عايزه. فكر فيها. فكر. ده سواد الليل. مش متظبطه في دماغي بس من هنا لبكره مش هتفرق. طب هننام على طول ولا نلعب اي حاجه بقى؟ احب اجيب كوتشينه لسعادتك اسليك. تعالى اوريك لعب العفاريت. إيه؟ بقى اقعد. تعالى. ولو كيف في حد في اصحابك طار في السماء قبل كده؟ ها؟ فوق. ايوه انا هاخدك دلوقتي اطير بيك. لا يا عم يا جدع تقع مين؟ دي شغلتي الاساسيه فوق. ما تخافش. هي رحله حلوه بس ممكن أعمل. والله ما تخاف بس خد عليك حاجه تقيله عشان الدنيا برد. يلا اوعى منك والنبي. دفي نفسك. طيب. بس اوعى منك. ما تخافش. ايوه اطلع. ايه المنظر ده؟ انا واخد سفراجي معايا. القرف ده. انت طالع تحلق دقنك عندنا فوق. يا سلام. شكلك وحش. طب اعمل ايه؟ لفها كويس عشان الدنيا برد. برد برد. ايوه ايوه اطلع يا ابني. هو انا طالع انا وامي؟ اوعى. سيب دي. هات ايدك هات ايدك. ايوه السلام عليكم. واو لو سمحت. مين واو ده؟ واو ده المدير اللي بيخلص كل حاجه. لا والله. واو. اه قول له عفروت. اه مساء الخير يا واو. انا جاي انا واحد صاحبي راجل طيب قوي يا واو. مساء الخير يا سي واو. ايه الغلاسه دي؟ اوعى تتكلم يأذوك. ايوه واو الراجل ده اكرمني. عايزين نرد له الواجب بقى. اه بتشرب ميه نار؟ ايوه كاسين.
خلي النار لوحدك. ايه اللي انت ما بتشربش الحاجات دي يا سيوه؟ طب قول يا راجل. طب بقول لك ايه، وضب له عشا. طب بتاكل حمير؟ ايوه. حمارين؟ لا لا حمارين. لا انت بتجيب الحاجات دي منين؟ لا اول ما توصل لازم تاكل حمارين. لازم لازم. خلاص يا سيوه، واكل واحد واركب واحد. بقول لك ايه يا واو، شكله صاحب مزاج، اعمل لنا سهره من بتوعك بقى. انت بتتكلم بجد؟ ايه ده انت محظوظ قوي. قال لك ايه والنبي؟ انت عارف واو هيسهرك فين؟ فين؟ في الاوزون، وهيعمل لك ترابيزه على الخرم بالظبط. هتسهر في خرم الاوزون اللي بتشوفوه في النشره. متشكرين يا سواء قوي، متشكرين قوي قوي قوي. ان شاء الله مردود لك، اول ما تزورني هشوف لك اكبر خرم احطك فيه. والله ما هسيبك من غير خرم خالص. انت هتنورنا في خرم الاوزون. بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي سواء يشوف لنا بنتين حلوين يسهروا معانا على الترابيزه اللي في الخرم. خلي نيتك حلوه بدل ما نولع في السكه، احنا على سفر. شكلك صايع ها؟ ايوه 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 جايين. شخصين كام؟ عين. هات 300 جنيه يا استاذ وكيل. يا حاج وكيل. ايوه 300 جنيه لو تكرمت. اللي هما بتوع ايه دول؟ رسمة طلوع. هو خرم الاوزون ده بتاع جوز اختك؟ هو مش سواو عازمنا؟ لا سمح لك. لا عازمني يا سواو. مساء الخير. ايه ده؟ هات يا 300 جنيه. ايوه بس كفايه 100. هو انا موديك القناطر. ها؟ خلاص. كام دول؟ دول 500. حلوين. ده كل اللي حنتي. ما انا هصرف عليك في السكه، مش هريح في طنطا تشرب. طنطا؟ واحنا طالعين الخرم بميكروباص؟ يا حبيبي اقعد، دي اسرار. ايوه ايوه جايين. هات ايدك يا وكيل. بسم الله. افتح. بقول لك ايه؟ ايه؟ من هنا على الخرم بقى. هزور امي بس. لا معلش، حطني انا في الخرم وروح اعمل اللي انت عاوزه. انت مش عارف بيتنا في وش الخرم. يا عم بالفلوس يا عم. حاضر حاضر. انا عاوز اقضي اكبر وقت في الخرم ده. احنا هندلعك. ايوه شخصين. شخصين. واحد اقرع والتاني بشعر. لا مش اقرع قوي، اقرع نص لب يعني كده. اوكي يلا جاهزين. من الشمال. الشمال. بسم الله. جاهز؟ جاهز. واحد. واحد. اتنين. تلاتة. العصافير بتدخل المناخير. عفروتو. ايه؟ النبي على بالك يا عم، انا ما طلعتش المشوار ده قبل كده. على مال ايه يا ابن الفشاره انت؟ الله ايه ايه؟ يا استنى استنى. ايه؟ عفروتو. ايه؟ هرجع. 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 ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ لسه ما خرجناش من المطار. ما تقول له روحك، امال ايه بقى؟ ده انا قلت انت طلعت سبتني لوحدي. الله يخرب بيتك. انا قلت اسليك وانت سايق عشان ما تنامش في السكه. واحنا طالعين بعربيه نقله، نام فين؟ هات ايدك، احنا ما طلعناش. الخرم قفل؟ لا يا وكيل ما طلعناش خالص. طيب هات الفلوس. فلوس ايه؟ اللي خدتها اللي هم 500 جنيه. فلوسك انا بعتها خلاص. وبعتها ليه؟ بعتها. انت بني ادم ما تشوفش. بعتها. ايوه انا ما بسالش اشوف ولا ما اشوفش. آه. تبعتها ليه اذا كنا احنا ما رحناش؟ ما تخافش، اتكتبت لك طالعه. واحنا ننصب عليك، اتكتبت في اي وقت. خد شنطتك واطلع تلاقي اسمك على الخرم. خش في الخرم. والله لا اسمي في الخرم. اخش في الخرم على طول على خرم الاذون يستقبلوه. يا عم انا مش طالع المشوار ده. وانا بقول لحضرتك اتكتبت لك طالعه. هي طالعه رجب اللي اتكتبت دي؟ انا مش طالع. اديني مشوار، اديني فلوس. طب اطمن عليا، ده انا وقعت في الارض. جرالك ايه؟ بعد عنك، جالي تروكه. وايه التروكه دي؟ التروكه ده نوع من انواع الحساسيه بيفقدني كل قوتي. بيفقدك كلها يا وكيل؟ طب الحمد لله انها جات لك واحنا لسه على الارض. ليه؟ ما لو جات لك واحنا فوق انا. ربنا يكفيك شر المرض يا رب. وما بتعالجش منها ليه؟ يا ابني رحت القصر العيني وادي مرداش وابو الريش ما حلتش. عفريت ده من الاولى اللي ولا حكايته ايه؟ ابو ريش ايه يا عم؟ ايوه وفي الاخر الدكتور قال لامي دي كريزه وبتعدي، سببها جواز القرايب. انت ابوك وامك قرايب؟ اخوات. ايوه. ايه مالك؟ ابوك متجوز اخته؟ ابويا يبقى ابويا وخالي في نفس الوقت، وامي تبقى عمتي. انت عارف يا وكيل لما ابويا يضربني ويقول له روح بات عند خالك؟ ايوه. انام جنب ابويا عادي ولا كان حصل حاجه. وانت ابن مين في العيله دي؟ انا اصغر واحد، عندي 3 سنين بس. انا قلت انك عيل. صح. انا قلت. صح. وفي كي جي 1. فين؟ انا في كي جي 1. انتوا عندكم كي جي 1 فوق؟ طبعا. انت عارف مين بيدرس لي؟ مين؟ ميس شيطانه. اجيبها لك تشوفها؟ دي قمر. ومستر ابليس بتاع الفرنساوي. عارفه؟ اداك فرنساوي؟ لا ده ياما لعب في دماغي وانا صغير.
يلا يا وكيل الدنيا بتلاقي اهي، يلا ننام عشان اصحى فايق اروح اجيب لك ثروتك من البنك. عاوز دولارات. خدامك يا سيدي. اسمع قول دولارات 10. عارفها الخضره دي. ايوه ايوه دولارات. عيوني ملايين يا عيوني عصوتي. ورق كمين عشان اعد. انا خدام ربنا يخليك. بونوي 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 بعدي بكره، بعدي بعد الساعه دي بكره مع القصر ده اللي هيتملي فلوس بكره.